بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعت على تعديل الذي أجراه مجلس الأمة على قانون المحكمة الدستورية، والذي ملخصه في الآتي: أصبحت الآن لدينا الرقابة المسبقة على مراسيم الحل، أي قبل إجراء الانتخابات يجوز الطعن على مرسوم الحل، وبالتالي متى ما أجريت الانتخابات وتم التأكيد على صحة المرسوم يكون المرسوم محصنا من الطعن اللاحق بعد إجراء الانتخابات، ولم يتبقى المحكمة الدستورية إلا النظر في صحة عضوية النواب بعد إجراء الانتخابات العامة. وهنا ملخص ما جاء بهذا التعديل، أنه فقط يجوز الطعن قبل إجراء الانتخابات ولا يجوز بعد إجراء الانتخابات. هذا ما تم وما ورد من تعديل على قانون المحكمة الدستورية.